نعم، نحن لدينا. لم تطل الفترة ما بين خطاب نصر الله في بدايات أحداث أكتوبر الماضي الذي وصف فيه إسرائيل بأنها ضعيفة وأوهن من بيت العنكبوت، والفترة التي بدأت إسرائيل بتنفيذ غارات الرد على رشقات حزب الله الصاروخية لتنتهي بإعلان اغتيال نصر الله وقيادات الصف الأول في الحزب. التطور الدراماتيكي الذي تتالى بأحداث الاغتيالات كشف عن اختراق استخباراتي بحسب وول ستريت جورنال، التي أكدت أن نصر الله وقع في خطأين استراتيجيين، أولهما الاستهانة بقوة السلاح الإسرائيلي، والثاني المبالغة في تقديره قوة إيران وحلفائها. وتطفو على سطح صالونات السياسة في المجتمع الدولي قناعة تامة بحظر شديد في غرف القرار الإيراني من خوض صراع مباشر مع إسرائيل بحثاً عن مصالح تتمثل بتحقيق الاتفاق النووي. تلك التحولات لم يلتقطها نصر الله في اعتبار أساس لسهولة اغتنام إسرائيل لفرصة الانقضاض على الحزب وقياداته. صدمة الاغتيال ذهبت بالداخل الإيراني إلى مفترق الطرق وحالة انقسام واضحة تلقفتها وسائل الإعلام بين توقعات ضئيلة برد حازم يقابله حديث وول ستريت جورنال أن سياسة إيران أظهرت مفهوم وحدة الجبهات لديها، وهو طريق ذو اتجاه واحد، حيث تتوقع من حلفائها في المنطقة سفك دمائهم من أجل نظامها لكن دون أي مقابل منها. أصوات خامنئي ووزير الخارجية ورئيس البرلمان في إيران جاءت بوعيد الرد على اغتيال نائب قائد فيلق القدس وحسن نصر الله. ذلك الوعيد سبق وأن أطلق بعبارات غاضبة على اغتيال هنية، لكنه جاء في وقت لاحق بعد تصريحات لبزشكيان كانت غامضة بعض الشيء، عندما تحدث عن أن حزب الله لن يستطيع وحده أن يواجه إسرائيل دون التطرق حينها لدعم إيراني من وزن التعهد المباشر. حالة الانقسام تلك وتوالي الاغتيالات في جنوب لبنان ترى تحت مجهر المراقبة والتحليل على أنها نقطة تحول قد تفسر بحث إيران عن مصالحها بعيدا عن وعودها التي عصفت بها عاطفة الجماهير لسنوات بتحرير القدس وتقرير المصير.